محتاجين دكتور هنا، قطتي بتولد. فين الدكتور؟ أنا هنا. ما تقلقيش، أنتي في أفضل مستشفى للحيوانات. أعتقد إنه بدأ. يلا نكشف على القطط الصغيرة. يا ربي، دي قطط كتير قوي. أسرتنا بتخلف توائم. خليكي هادية وركزي على التنفس. طيب. ده مش عشانك انتي، ابعدي من الطريق. الولادة كانت كويسة. قطط جميلة. في أكتر. وات؟ واو، واحد تاني؟ خلاص كده؟ الأم والقطة دي محتاجين رعاية ما بعد الولادة. آخدهم بعدين. ساعديني، القط بتاعي عيان. أنا مش حاسس إني كويس. نقدر نعالجه فوراً. يلا نشوف نبض القلب. كنا بنلعب بس وبعدين أنا تعبان أوي، هنام شوية وبعدين نكمل اللعب. خليك صاحي. لازم نرجع دقات قلبه للطبيعي. القط بتاعي. أنا مش بستسلم. مفيش فايدة. محتاجين أدرينالين. أو لا، خلص. اضغطوا على زرار اللايك عشان نقدر ننقذ القط. محتاجين لايكس جدا. من فضلكوا ساعدوا في إنقاذ أوضتي بسرعة، الوقت بيخلص. شكرا جدا. أنا جاهز للعب. أنا دايخ. عشان تتحسن لازم تاخد فيتامينات. حاضر. هياخد 20 دقيقة. برضو مش بتحسن. أنا عارفة إيه المشكلة. ممكن يتعالج؟ أيوة. إيه ده؟ دول مش بتوعي. دول حشرات، دول معديين. الطفيليات مكانها مش هنا. أهو، استمري في التنظيف. كل الحشرات مشيوا. أنا حاسس إني حيوان جديد تماماً. ياي، يلا نعالج الفروة عشان ما يرجعوش تاني. فكرة كويسة. اعملي ده مرة في الشهر عشان قطك ما يتعرضش للعض. شكرا جدا. انتي دكتورة رائعة. مش هقدر على تكلفة حلمي ابدا. اعملي فنجان قهوة واهتمي بالهامستر بتاعي، بيعمل أصوات غريبة. طيب يا بيزنس وومن، هي بتتكلم عن إيه؟ أسفة؟ هي راحت فين؟ يلا نشوف أنت عامل إيه. ده مش شكل الأكل أبداً. لازم نتخلص منه. أسفة جداً. بقالي مدة طويلة جداً ما اتكلمتش. ما ينفعش تاكل حاجات زي دي، هامستر وحش. أنا مش وحش، هي اللي وحشة، مش بتديني أي أكل. بجد؟ طب يلا نبدل. ايوه، هي دي مهملات.
أنا هشوفك في المحكمة. لازم تراقبي حيوانك الأليف بياكل إيه. أيوة، وكما تأكلي في هذا الأكل. قصدك أنا مشغولة جدا، نسيت بس موضوع الأكل. أهي قايمة بأنواع أكل الهامستر. كل ما زاد بقى أفضل. إيه؟ أوكي، لو عملتي كده تاني هطلب لك البوليس. بالنسبة لدلوقتي عليكي $1000. مش هتحصل تاني، أوعدك. ساعديني في التخلص من الحاجة دي. أنت قصدك إيه بالظبط؟ الحاجات الخضراء. بيسببوا مشكلة أقل من الباقي. كنت بحاول أشيل واحدة بس عضتني. ده سيء. مش مشكلة، أنا مصنوع من البلاستيك. ليه حطيتي كل الحاجات دي على كلب؟ هي مش مرتاحة. قلت لها بس هي مش بتسمع الكلام. هنتخلص منهم حالا. ياي، حرية. ضوء وسلسلة بس، مفيش حاجة تانية. فهمت الفكرة، انتي دكتور وستايلست. أهلاً، إزاي أقدر أساعد؟ أسفة، مفيش أي فرصة إنك تعدي عليا، أنا في مشكلة. جاية. أيوه، هو ده المكان. أنا سامر. شكراً إنك جيتي. بلاش تقعدي في الأسلاك، ده خطر. طيب أعمل إيه لو أسناني عملاقة؟ هقعدي في الشجرة، دي هتساعدك. شكراً يا سمر، بس أنا مفلسة. في الحالة دي هاخد اللمبة دي. اللمبة أغلى من قطعة الخشب اللي اديتها لها. أنت جعان؟ أيوة جداً. اتفضل، أنت محتاجهم أكتر مني. شكراً. ليه بتزغزغيني؟ عشان تصحي، عندي ميعاد الساعة 12. ده صح، ايه المشكلة؟ المشكلة ان كله متجوز وانا لأ. لازم تشوفي دكتور نفساني. في مريض هنا عشانك. سمر، مش عايزة تتمشي شوية؟ صح، هسيبكم لوحدكم. ايه المشكلة؟ ما عنديش زوج. يمكن تقابلي واحد كويس قريب. ما اعتقدش. قلتلك يمكن تقابلي واحد كويس قريب. اهو، يلا ابتسامة، واحدة كمان. ايه اللي حصل؟ دول جم منين؟ أعتقد إن شريك حياتك قريب من هنا. أكيد مش هيدخل الأوضة اللي أنا فيها دلوقتي. ده مكتبي، ودي عيادة الدكتور النفساني. روحي سلمي عليه. هاي مس، تحبي تخرجي معايا في ميعاد؟ أنا موافقة. إنتي عارفة هتلاقيني فين. انت دكتورة؟ ودن كوبر اتقطعت. مش ممكن اضيع لحظة واحدة، انت هتساعدني. بس ما اعرفش ازاي اساعد.
حط الماسك على الأنف. طيب. مش أنفك أنت، الكلب. مفيش نب. مفيش فايدة. كلير. منفعش، لازم نجرب تاني. كلير. أنا بقول لك إن مفيش فايدة. الجهاز أكيد بايظ. الجهاز شغال، لازم نشيل اللبس. هي دي كلبة لعبة؟ ما جاتش فرصة إن أقولك. أنت عملت كده قاصد. أوبس. أنا عندي حساسية من الكلاب. كوبر بحس إنه حقيقي جدا بالنسبة لي. حزين جدا إني ما عندوش ودن. على أي حال هصلح ودينه. هكلفك ثروة. اتفقنا. اديني الودان. صح، كانت هنا. من غير شك انتي افضل دكتورة بيطرية في العالم. انا بس بعمل شغلي. يلا نروح نحتفل. الحاجات اللي ممكن تعمليها عشان حلمي. اخيرا وقت الغداء. هتصل بكيلي، هي دايما بتنسى الغداء. كيلي، اكلتي الساندوتش اللي عملته؟ هاكله لما أخلص تسريح القطة. أنا هجيبها. طيب هسيبك دلوقتي. كيتي كات، أنتي فين؟ هو خربشني. أنتي السبب في إصابته. شيلي الشيء ده من عليا. كلامك صح. بطل تتحرك وإلا هديك حقنة. بلاش حقن. واحدة كمان. كنت فاكر إن هفضل كده للأبد. آسفة إن أنا خذلتك. هاتيله تريت واعتذريله. تريتس. ده اللي دمر مكتبي. ده كلبي، أنا آسف. أقعد. هلو. مشكلة. مش قادر. مش قادر ياكل. بصي كده. فين السناك؟ هنا. لو سألتني المشكلة مختلفة خالص. تعالى. يلا نشوف عينيك. شايف ايه هنا؟ كورة. طيب وايه دي؟ عصاية. يا دكتورة ده معنى ايه؟ الأمور أسوأ مما كنت متوقعة. إيه ده؟ دي قطة. تعالي هنا. هو ده هيستمر للأبد؟ العيون ممكن تتصلح. دلوقتي أنا شايف. شكرا جدا. ساعدي قطي. حاضر بس اهدي. فين قطك؟ مش عارفة، هو تايه. أعتقد إني ممكن أخرج. السمكة دي مقرفة أوي. هاي. مستعدة تكوني ساندويتش؟ لازم تمسكوني الأول. مسكتك. ايه الدوشة دي؟ كفاية. المسكينة جميلة قوي. كلب كويس. دي بتطلب مساعدة. لا. تعرفي انا بحب ابقى دكتور. سيبلنا الشرف ده. التنفس ضعيف، مش بيساعد. هي مش عايزه اي ميه. اتحرك. ايه
يا شباب أنا محتاجة طاقة أكتر، اضغطوا على لايك علشان تنقذوا القطة. كلير تاني، كلير. هي مشكلتي. أنا مش بستسلم. أتمنى إن ده يساعد. لذيذ. شكرا. ياي عملناها. انا صورت كل ده بالكاميرا. بنت شاطرة. دي مش كل حاجة. ايوه محتاجين نرجعها زي الاول. هي اسمها ايه؟ لسه مش عارفة. يا شباب لازم نسمي القطة، قولوا لنا في التعليقات. ييو احنا محتاجين نعلمك تستخدمي الحمام. ممكن تستخدمي الحمام العام. مستحيل، قطتي تستاهل أفضل حاجة. أنا محتاجاكي في أسرع وقت. توقيت وحش، لازم أمشي. وإنتم يا كسالة خدوا بالكم القطة. مفيش مشكلة، أنا ممكن أصور فيديو في نفس الوقت. لو أي حاجة حصلت لها إنتوا هتنضفوا أقفاص بقية حياتكم. أعتقد إن أنا هنضف. مقرف قوي بس صغير في نفس الوقت. كورت أنت مديونالي، جه الوقت إنك تخليني مشهور. لازم نشتغل على اللوك بتاعك. جه وقت الميك أوفر. يلا نخلي شكلها أحلى. في الواقع ده إحساس رائع. الودان مش نظيفة. خلاص أنت مضحكة. إيه مشكلتك؟ ولا حاجة، ما تقلقش. كله خلاص؟ آخر حاجة خلاص. بتعملوا إيه في المخالب بتاعتي؟ اللوشن هيخليهم ناعمين أكتر. ميو ميو ميو. أو أنا كمان بعرف أكلم الحيوانات. يلا نبتدي من هنا المرة الجاية. شكله عجبها. كمان حياة تانية اتضافت. في حاجة ناقصة. أنا اتعلمت أعمل ديكور بسيط. فرصة رائعة لاستخدامها. شكلي جميل. أيوة واحدة تانية. هيبقى شكلها رائع عشان الشاطئ. هي فين؟ كورت بصي ممكن أعمل إيه؟ خدي بالك. أنت موتينا من الخوف. لازم نعمل لها بيت. فكرة حلوة. واو مش وحش. احنا مش محتاجين ده. اتفضلي. مستوى أعلى بالمقارنة ببيتي القديم. ممكن تستحم.
قولي هلو للمتابعين بتوعنا. بما انك بتحبي التسلق المفروض ده يعجبك. انت تعرفي حاجه او اتنين عن الاستمتاع بالوقت. هاي دي وظيفتي. انت وقفتي في طريق التصوير. جيد ما سبتهاش هنا عشان كده. هي بتحب تبقى نجمة. عرفت ازاي؟ تعرفي انا كمان بعرف اكلم حيوانات. مياو مياو مياو. يلا نسألها. انت عايزة تبقي نجمة؟ ولا تلعبي؟ واو. طيب يلا نلعب. انا هعدي بقى. ايه دي؟ قولنا بس انت عايزة ايه؟ اكل. ليه ما قلتيش كده من بدري؟ ده المفروض يكفيكي شوية. هي بس جعانة. لذيذ. شهية كبيرة. بون أبيتي. أي حاجة للنجمة الجديدة. أنا عاجبني الشاب ده. أنت اتجننت، ده مش كويس. هي لسه جعانة. القطط مش بيعرفوا يوقفوا إمتى. ممكن تاكل كتير وتعيا. وفي الآخر جيد هتقتلني. لازم تحط لها شوية بس. أعتقد إن التمرين مفيد. معلومات رائعة للصفحة بتاعتي. دلوقتي قربي من القطة وقولي ده في الكاميرا. دي هربت. استني. امسكها. مش بالسرعة دي. فامبايرز بس. أنا محتاجة قطتي. لا. أرجوك. إحنا مع بعض. أبعد عن طريقي. ليه دايماً أنا؟ إحنا رجعنا. كورتني. ده كان مسلي. أيوه، لكن ما تعمليش كده تاني. إيه اللي حصل لك؟ أنا هوريك. أنا تحولت لفامباير وكنت خايفة، لكن القطط كانوا لطف جدا. رقصنا واستمتعنا. إزاي بقيتي إنسانة تاني؟ ما حصلش من أول مرة. إحنا عندنا عميل. لكن أهلا. هاي. مش حاجة تضحك. إزاي ممكن نساعد؟ اديني ثانية. يلا نلعب. كده بقى دي حاجة تضحك. قطة متدلعة جدا. لعبة تانية. بعد إذنك. أندي، مش ممكن تسيب كيتي تلعب بإيدين. في الحقيقة هي حرفياً هجمته. لازم نشتت انتباهها. الجوانتي ممكن يكون لعبة رائعة. لعبة جديدة خالص، حبيتها. بص، هي بقى عندها حياة تانية. أيوة أيوة، شايف ده. طيب، إيه رأيك في اللعبة دي؟ لا لا لا، اللعبة كان عليها عرض. أنا انتهيت. مفيش شك، حظ سعيد. كنت سعيدة بالشغل معاك. لا. بهزر. ممكن نصلح ده بسهولة. يلا نحدثها كمان أفضل من الأول. أنا بحب كل اللعب بتاعتي. أنا مديون لك. يومي. والبيت الجديد رائع جدا. شكرا قوي. هي قالت شكرا. أعتقد إحنا لازم نشكرها على الفيديوهات الرائعة. القطط لطيفة قوي. أكيد طبعا.
بيتهيألي إنها نايمة. ما تصحهاش. إزاي المفروض أشتغل طيب؟ أنا عندي خطة. أيوة دلوقتي كده ده الكلام. بقى عندها 9 أرواح. عملناها. كورت، أندي، أنا محتاجة مساعدتكم. إيه الموضوع؟ كنت فين؟ أنا مريت بحاجات كتيرة صعبة قوي. أنا كنت هموت كذا مرة. مشيت نص العالم وعندي هدف واحد، إن أنا ألاقي القطة دي. القطة دي؟ أيوة قطتي. أنت لطيفة جدا جيد. أنا وظفوني عشان أرجعها بيتها. لا، دي القطة بتاعتي، أنا أنقذتها. برافو عليكي، لكن الملك بتاعها مستنيها. لازم يدوروا على حيوان أليف تاني. طب ولو القطة بتاعتك هي اللي مفقودة؟ هو المفروض جيد تراجع القطة ولا لا؟ قولونا في التعليقات. أنا مريت بده قبل كده، فاكرة؟ في الهالوين. ساعديني، سابوني من غير أكل وشرب. كملوا فرجة عشان تشوفوا جيد قررت تعمل إيه. آسف، اتفضلي. أوه، أكيد طبعاً. إزاي حد يتخلى عن حاجة لطيفة بالشكل ده؟ بص على القطة اللطيفة دي، يلا نحتفظ بيها. أيوة دي حاجة حلوة قوي. أنت لطيف. أنا تعزمت على بيت تيك توك. بس أنت لازم تساعدني. إحنا هنتصرف. لا ده صحيح، المديرة ممكن تساعدني. إحنا لازم نساعد القطة دي. أنا هبعتلك مساعدة وهي هتتصرف. أوه دي بنت، إنتي هنا علشان شوية حلويات؟ أنا هنا بناء على طلب المديرة. أنا اسمي جيد. رائع، أنا كورتني. إحنا لازم نحتفظ بالقطة دي و إحنا لازم نلاقي حد ياخد باله منها. هي هتقعد معايا. طيب هي هتقعد فين؟ مع الهامستر؟ ده مستحيل. أنا هبني بيت ليها. طيب هتستخدمي أدوات إيه؟ ده هيكون بيت رائع. طيب يلا نشوف مين هيكون أسرع. أنا متأكدة إن هيكون في ناس كتير عايزين يتبنوا قطة لطيفة زي دي. ده ملوش لازمة. كويسة، أنا كويسة. مياو. أنا حفرته. تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك. مريح. مياو. دي مش طريقة شغل. أنا هشتكيكي. هاي كونتري، اسمي كورتني. ده اللي أنا قلته. عايزة الشريرة دي تحتفظ بالقطة؟ أيوة أيوة. أنت لازم تخوفيها جامد.
دي مهووسة بخدعة الهالوين. ده بجد؟ أنا مش بكدب. أنت بتضحك على إيه؟ ما تاخديش في بالك، اعملي كده بس وهي هتنبسط وكده هتحتفظي بيها. أنا مديونالك يا كيني. أنا كيف كيف مش مهم. أنت هتتجنن بالنعومة بتاعتها دي. كل الحماس ده خلاها تنام. صحي النوم يا نعسانة. أنا حلمت بكابوس. هو أنا ليه على الأرض؟ هنا هيكون السرير بتاعنا، إيه رأيك؟ أنا عاجبني جداً، أنا مبسوط إني قابلتك. اتبسط وخد لك يومين. عايز تتبنى قطة؟ دي عندها براغيل. نهارك سعيد. ايه رأيك في ده؟ ده كمان اختيار حلو. أيوة ده جميل. أنا عايزة ألبس الكلب، بس أنا مش معايا غير 2 دولار. أسفة، مفيش حاجة أقدر أعملها. عندي فكرة، ممكن تطلع حاجة رائعة. تحت أمرك. رائع، شغل حلو. بس أنا وحشاني كورتني والحيوانات. يا ترى بيعملوا إيه؟